أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Ah!
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وكانوا لنا خاشعين بسم الله الرحمن وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الله razı olsun Akcan Çelik evimize konuk oldu. Dünya birincimiz çok mütelezziz bir okuyuşla bize aşırı şerif okudu. Ağzına gönlüne sağlık hafız. Eyvallah hafızım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.